عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا كل الناس بتحبها، وبالذات لو في ايام بتبقى فيها الواحد مش عايز يقف كتير في المطبخ، وفي ايام رمضان بتبقى جميله جدا. هي الطواجن. هعمل معاكم طاجن خضار باللحمه المفرومه اللي هي عاملاها انا اصلا. يعني لو في بواقي عندك مثلا شويه خضار موجوده، شويه لحمه مفرومه عاملاها عصاج، شويه بواقي فراخ، بواقي سجق، اي حاجه من انواع اللحوم دي بتبقى جميله جدا، وبالذات في ايام الصيام بتبقى خفيفه وسريعه قوي قوي في التحضير. عندنا النهارده كميه من البسله، طبعا انا مش هقول كميات مثلا نص كيلو ربع كيلو، لا كل واحد تبع الكميه اللي تناسبه وتبع عدد افراد الاسره. انا عندي هنا حدود يعني كميه تناسب 4 5 افراد من الاسره، حدود نص كيلو بسله او اقل او اكتر تبع الرغبه. برضو عندي كميه من العصاج انا مجهزاه اصلا من قبل كده. عندي برضو في حدود يعني زي نص كوبايه او كوبايه لربع بصل، بس تكون مقطع قطعه كبيره لانه هيدخل الفرن، عشان لما يدخل الفرن ويتهري شويه يبقى موجود احس بيه بطعمه وبشكله. يعني بيبقى قطعه لسه موجوده بس دايبه الى حد ما، لكن لما تقطع صغير تبقى دايبه خالص مش حبين. حط عليها معلقه صغيره من الملح، نص معلقه فلفل اسود، في حدود ربع معلقه جنزبيل وقرفه، نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. عندي كمان كميه من الخرشوف كنا مفرزينه قبل كده مع بعض، مقطعه برده مكعبات. عندي هنا معلقه من الكريمه اللباني، او هي بصراحه يعني ازيد معلقه شويه، حدود ربع كوبايه كريمه لباني. عندي بقى ميه دافيه علشان خاطر هعمل عجين كده، تبقى عجينه خفيفه وسريعه عشان اغطي بيها وش الطاجن بتاعي. عندي كميه من الدقيق هنا في حدود، انا هعمل في حدود 4 طواجن او 5 صغيرين، اللي هي الطواجن الفردي دي، هحتاج لها في حدود كوبايه وربع دقيق، عليها معلقه كبيره من الزبادي، عليها رشه صغيره، نحط على دي رشه صغيره من الملح. وفي الوقت نفسه عندي معلقه صغيره ممسوحه من السكر، ومعلقه صغيره ممسوحه او اقل منها شويه من الخميره الفوريه. تمام. فاحنا مبدئيا كده في الاول خالص بكون مشغله الفرن ومسخناه، هاخد شويه من الميه الدافيه على الخميره بتاعتي بالسكر، عشان اسرع من عمليه الاختمار. خدت معلقه من الدقيق بتاعي بتاع المقدار نفسه، هسيبها كده تختمر على جنب، بس هزود لها شويه سائل. هي الميه دي ميه دافيه على فكره، وهغطيها بستريتش فيلم او باي كيس نايلون او باي حاجه، واسيبها في مكان دافي عبال ما ابدا اشتغل في الطواجن بتاعتي، تكون هي خمرت علشان خاطر اعمل العجين بتاعها. بدات الفقاقيع تبان، يعني الخميره بدات تتنفس، معنى كده انها بدات تختمر. تمام. فانا هسيبها في مكان دافي واغطيها علشان خاطر ابقى استخدمها بعد كده واخمر بيها العجينه بتاعتي. هاجي بقى هنا هعمل ايه. عندي البسله بتاعتي هاخدها ومعاها معلقتين من الزيت هحطهم في الحله بتاعتي. على فكره الوجبه دي تعتبر برضو دايت لان هي ما فيهاش دسم عالي. وانا عندي هنا معلقه من الدقيق مع البسله، انا مش هستخدمها دلوقتي، هقول لكم المرحله اللي هستخدمها فيها. انا خدت معلقتين الزيت، هاخد البسله بتاعتي، هاخد الخرشوف بتاعي، كل ده في الحله اللي انا هشتغل فيها اصلا. هاخد معلقه الثوم. هو جمال الطواجن ان هي بتبقى حاجات سريعه ومش بتاخد وقت وبتبقى صحيه جدا. خدت البصل بالتوابل بتاعته كلها. دلوقتي بقى هنروح عند البوتاجاز وهاخدها تشويحه سريعه على النار، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنشوح الخضار بتاعنا على النار، هاخده انا تقليبه كده لغايه ما ينزل ميته ويرجع يشربها تاني، وبعدين هقلب انا شويه كده وارجع لكم تاني اقول هنعمل ايه في المرحله اللي جايه. الخضار بتاعنا شوحناه على النار، هنزل عليه معلقه من الدقيق، هنزل عليه معلقتين من الكريمه اللباني،
لو مش متوفر كريمه لباني ممكن يكون لبن، مفيش مشاكل خالص، بس الغرض منها ان هي تعمل عمليه يعني بترفع القيمه الغذائيه، والكريمه اللباني بتعمل رفض كمان اكتر، بس هو مع الدقيق ممكن لبن برضو يربط، مفيش مشاكل. انا هقلبه كده لغايه اما الصوص الموجود عندي ده الى حد ما يعني جزء منه كبير يتشرب، وبعد كده هنرجع تاني مع بعض. وانا خلاص كده شوحت الخضار بتاعي على النار، بصوا حضراتكم كل الصوص اللي كان موجود لحد كبير اتشرب، لان الدقيق مع الكريمه اللباني بيعمل عمليه ربط يعني ما بيخليش السوائل موجوده، بالعكس بيعمل لها يعني زي عمليه امتصاص او ربط. فانا هوزع بقى الخضار اللي عندي ده في الطواجن، بعد ما اوزعه احط فوق الوش العصاج بتاعي، وبعد كده ارجع له تاني. فكده وزعت الخضار على كل الطواجن اللي عندي تمام كده، والخضار الى حد ما يعني يعتبر يعني تقريبا مستوي، لان هو اصلا كنت مفرزاه فمش هياخد مني وقت خالص في الفرن. وبالتالي انا احط عليه بقى اوزع العصاج بتاعي، هوزع على الطواجن كلها، ولما اخلص ارجع لكم عشان نعجن مع بعض العجينه نحطها فوق الوش. الخميره بتاعتي اهي اتخمرت مع معلقتين دقيق ومعلقه السكر، فهنزل بقى عليها على الدقيق بتاعي، ليها على الدقيق بتاعي مع معلقه الزبادي، واكمل عجن بالميه الدافيه بتاعتي، وممكن احط كمان معلقتين زيت مفيش مشاكل خالص، بيدي شوية طراوة برضو الزيت مع الزبادي للعجين. هعجنها لغاية ما تبقى عجينة متماسكة، وهسيبها لغاية ما ترتاح شوية او تبدأ تخمر بسيط كده، ابدأ بقى افردها عشان اغطي بيها وش الطواجن اللي عندي. وهي العجينة بتاعتي خمرت وفردتها، حطيت فوقها دقيق من فوق ومن تحت دقيق، ببدأ اقطعها، يعني باخد بولة بتكون قد تقريبا كده الطاجن بتاعي عشان اعملها دوائر كده، اقطعها بكون مرققاها مش بتخنها علشان ما تبقاش تديني عجينه تخينه بعد كده ما تتحط على وش الطاجن. انا بقى هاخد كده طاجن طاجن من عندي، ومش شرط نوع الخضار اللي انا استخدمته في سله مثلا وخرشوف بس، لا ممكن اي نوع خضار تاني، في بيحبوا بطاطس معاها، في بيحبوا جزر، يعني بننوع الخضار بتاعنا، في فاصوليا كده. بلزقها واحطها كده عليها واظبطها على الجناب عشان اضمن ان هي ما تخرجش عن الجناب، وعلى فكره بتتلزق من غير حاجه خالص، لا ميه ولا بيض ولا حاجه خالص يعني. وبعدين باخدها كده مسحه خفيفه بفرشة زيت كده عشان تديني اللمعة لما تستوي. على فكرة كمان الزيت مع اللمعة اللي بيدهالي بيديني احمرار جميل جدا. فأنا دلوقتي هدخلها الفرن وبعدين هرجع لكم نشوف شكلها النهائي، فهي وبقية الطواجن في التقديم شكلهم ده. شكل الطواجن بتاعتي بدلها بقى بعد كده فرشة سريعة كده من الزيت، الزيت بيحمر وفي الوقت نفسه بيدي لمعة جميلة جدا. فأنا دلوقتي هدخلهم الفرن، وبعد ما يخلص الخبز بتاعهم ويستوي تماما هخرجهم لكم من الفرن ونقدمهم مع بعض ونشوف شكلهم ايه في شكلها النهائي في التقديم. ودي بقى الطواجن بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، ايه رأيكم؟ شكلها تحفة وجميلة جدا وبسيطة وسريعة، واي نوع خضار موجود حتى لو بواقي موجودة في البيت مع بواقي لحوم يمشي الحال، بتبقى في منتهى الجمال. اكلة سريعة وسفرة خفيفة وسريعة، وبالذات في رمضان وفي الايام الاخيرة ما بيبقاش في حد فاضي انه يقف كتير في المطبخ ولا يعمل اي حاجة بسرعة كتير كده، لكن احنا بنعمل سفرة سريعة وخفيفة، وفي الوقت نفسه بنستغل كل البواقي اللي كانت موجودة عندنا في الثلاجة، يعني اعادة تدوير لحاجات كتير في الثلاجة. وبألف هنا، واللي يعجبه الفيديو بتاعنا يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ألف هنا.